شوف هسه هاي هذا نهاية الشوط الأول. شوف راح يطلعون من منزع 2، طبعا هذا هدفنا اللي على اليسار، هدفنا اللي أخذنا عليه قالوا علينا 3 بيه بعد ما انطفت الكهرباء. شوف هذول طلعوا، هذا بالأصفر الفسفوري وهذا بالأسود، راح يتوجهون للمرمى، راح يتوجهون للمرمى. شوفوهم وقاعد يركضون دول الاثنين اللي بالدائرة الحمراء. شوف شوف راح يسوون نفسهم يطلعون كرات او فشي. باعوا هذول، هذول خلوا لهم كرات. ها اها طلع هذا ابو الاسود، شال فتشي، وهذا ابو الاصفر شوفهم. شوف بعد سووا، شالوا منها وشالوا من هاي الصفحة، كل من شال له شيء من الركن. شوف ركضوا وين هسه؟ اتجهوا لهدفنا اللي راح يصير بالشوط الثاني، الجانب الثاني. شوفهم ركضوا، ها بينة واضحة، شالوا منا فتشي من هذا الهدف مالنا اللي بالشوط الأول، راح يخلون فتشي بالشوط الهدفنا بالشوط الثاني. شوف هذا بالأصفر راح يسبقه، راح يصير قبله يدخل للهدف. راح للهدف الثاني مالنا مال الشوط الثاني. دخل شو يسوي؟ شوف الزرع، الله يعلم شو خله. راح يلحق ابو الاسود هم يخلي فتشي، يعني اكثر من هذا الوضوح بعد شو يسوون يعني بالهدف؟ يزرعوه يثبتوه. شوف دنك زرع، شوف زرع ما شوف.